عينت منظمة الصحة العالمية الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى رئيسا للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية، وتقديرا لخبراتها المتراكمة وجهودها وساماتها في مكافحة الأمراض المعدية. بهذه المناسبة يسرنا أن تنضم لنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جميلة السلمان. نرحب بك دكتورة في نشرة الثالثة، وبداية بالطبع نبارك لكم هذا الإنجاز المستحق، وماذا يمثل لكم هذا الاختيار والإنجاز لمملكة البحرين بشكل عام ولك أيضا دكتورة بشكل خاص؟ مساء الخير جميعا وشكرا جزيلا على الاستضافة. بداية أود نبارك القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وأجدد فخري واعتزازي بالممكنة المتميزة والسمعة الطيبة اللي تحظى مملكتنا الغالية دوليا نظير كل الإنجازات النوعية في مختلف المجالات سواء كانت طبية أو سياسية أم رياضية، حيث أن اختياري من قبل منظمة الصحة العالمية لرئاسة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية أجده تتويجاً لكل جهود مملكة البحرين المتواصلة من أجل تطوير الخدمات الصحية، وهذه شهادة دولية على ما يحظى به القطاع الصحي في مملكتنا الغالية بجميع كوادره من دعم ورعاية كبيرين من قيادة الحكيمة حفظها الله، والأمر الذي يمكننا من كوادر صحية وطبية من النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد الصحة والسلامة سواء كان محلياً أو دولياً وعالمياً. وشخصياً طبعاً هذه رئاسة هذه اللجنة الدولية تعتبر مسؤولية كبيرة، وحافز في نفس الوقت لتعزيز إسهامات مملكة البحرين فيها في مجال الصحة بصورة عامة وفي مجال مقاومة المضادات الحيوية، ويتطلب مزيد من العمل والتعاون مع الجميع للمضي قدما مع من أجل تحقيق الأهداف اللي تعمل من أجلها هذه المجموعة والخروج بقرارات وتوصيات لازمة ومتناسبة مع التغيرات في مجال الصحة والتغيرات الصحية العالمية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس إن شاء الله محليا على الجهود المبذولة في هذا الجانب في مملكتنا الغالية بخصوص مقاومة المضادات الحيوية. نعم دكتورة، هذا المنصب المهم بلا شك يعني يضاف إلى سجل منجزات مملكة البحرين في المجال الطبي. ما هي تطلعاتكم لجهود هذه اللجنة على الصعيدين المحلي والدولي كذلك؟ وجودنا في يعني كمملكة البحرين في هذه اللجنة طبعا جدا مهم، وهو ثمرة عمل وطني متكامل، ولا يعني لابد ان احنا نرى من الاثر والمردود الايجابي على تعزيز مستوى الرعايه الصحيه والطبيه في مملكه البحرين بصوره عامه، لان موضوع المضادات الحيويه يمس عدد من القطاعات والتخصصات في المجال الطبي في مملكه البحرين. فمحليا احنا نطلع ان نحقق الاستفاده المثلى من خلال نقل التجارب والخبرات في مجال مقاومه المضادات الحيويه، الاطلاع على الجهود التخصصية اللي يقومها الخبراء والمتخصصين من حول العالم، خصوصا أن هذه المجموعة تضم ممثلين من أغلب دول العالم اللي مثلون القطاع الصحي ومجال الأمراض المعدية، وفي نفس الوقت احنا ننقل خبرتنا ونجاحنا في هذا المجال في مملكة البحرين ونشارك به العالم ليستفيدوا منه. دوليا طبعا موضوع مقاومة المضادات الحيوية موضوع جدا جدا مهم، ويستدعي اتخاذ اجراءات تكون متعدده القطاعات، تعاون كبير يكون بين اكثر من قطاع، ومن شانه يحقق اهداف التنميه المستدامه. جميع دول العالم تولي والمنظمات الصحيه تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، ويتطلب كثير من الجهود والتعاون بين الدول للحد والتصدي لهذا التحدي الصحي. والجدير بالذكر طبعا ان في هذا العام 2024 راح يقام وينعقد اجتماعين دوليين عاليين المستوى بهذا الخصوص. الاجتماع الاول بيكون للجمعيه العموميه العامه للامم المتحده واللي بيكون في نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه في سبتمبر المقبل، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى اللي راح يقام ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في نوفمبر المقبل، واللذان سيعقدان بمشاركه واسعه من جميع انواع دول العالم وباعلى المستويات من اجل وضع التوصيات الدوليه اللازمه للحد من هذا التحدي الصحي لتقليل من خطر مقاومه المضادات الحيويه. نعم سعادة الدكتورة بالطبع نجدد لك التهنئة، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية، شكرا جزيلا لك.